CLF هي أكبر شركة إيطالية في مجال بناء وتجهيز السكك الحديدية والمترو. ترتكز الشركة على تاريخ طويل من الالتزام القوي لمسار العديد من العمال الذين تراكمت لديهم ثروة كبيرة من المعرفة التقنية، وهو تاريخ لا يزال مستمرا، وذلك بفضل إرادة كلا الشريكين في التوجه بقوة نحو التطوير والابتكار في مجالات عدة. التعاونية الإيطالية أونييكو بريجيو إيميليا والمجموعة الهولندية ستروكتون بأوترخت عن طريق فرعها بإيطاليا. يتعلق الأمر بشركتين صناعيتين كبيرتين متعددتي الأعمال تضمنان وجود قوي في الأسواق، ولكن أيضا رؤية عالمية ومتعددة القطاعات. بدأت CLF نشاطها في عام 1945 في بولونيا مع نشأة تعاونية الصيانة السككية. عملية التجمع والإدماج التي أدت إلى إنشاء CLF تفتح فرص جديدة للنمو في المستقبل، وذلك بفضل قوة الشريكين. تحقق مجموعة CLF إجمالي مبيعات يصل في سنوات قليلة إلى حوالي 150 مليون يورو، مع ما يقرب 600 عامل وحصة من الأعمال في الخارج تتجاوز في وقت وجيز 40% من مجموع الأعمال، مع هوامش الربح تتماشى مع أفضل شركات هذا القطاع عالمياً. حققت CLF والشركات المتصلة بها خلال أكثر من نصف قرن من الزمن درجة عالية من التخصص في تصميم وصيانة وإنجاز خطوط جديدة للترام والمترو، فضلا عن تجديد وبناء خطوط السكك الحديدية العالية السرعة أيضا. وعززت CLF خبرتها الكبيرة في قطاع الصيانة بأعمال مهمة في إيطاليا كلها. القوة التي تدفع CLF نحو التطوير هي المعرفة العلمية برمتها، سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال المعدات الدارجة. تتكون مجموعة CLF من ثلاث شركات مراقبة 100%، وهي أرفر بأليساندريا، وسيفل بسبونيو مونفيراتو في إقليم أليساندريا، وتسي ببولونيا. ويدير CLF مجلس إدارة يدعمه مديري أونييكو وستروكتون. منذ عام 1996 وسعت CLF تدريجيا مجال نشاطها الذي كان مركزا في البداية في شمال ووسط إيطاليا، وتشارك اليوم في العديد من المناقصات الدولية، وفتحت مقرات عملية في عدة بلدان. توجد مجموعة CLF في إيطاليا والمغرب والجزائر وصربيا وكرواتيا وبلغاريا، وتنص خطة الإنماء في السنوات المقبلة زيادة الوجود المستقر في بلدان أخرى. الشركة الأصل لCLF كوستروتسيوني ليني فيروفياريا، بناء السكك الحديدية التي يوجد مقرها في بولونيا ولها مقر عملي في مدينة ريجيو إيميليا، يتجاوز حجم أعمالها 60 مليون يورو وما يزيد عن 270 عاملا. بدأت نشاطها منذ عام 1945 وعززت دورها الرائد في السوق الإيطالية، وأصبحت قطبا يجمع بين الشركات المتخصصة في تجهيز السكك الحديدية.
إن اندماج CLF وتكاملها مع أونيوك المراقبة، وهي شركة تعاونية متعددة الأعمال ونشيطة في قطاع البناء وصناعة القرميد والحلول في مجال البيئة. يتجاوز حجم أعمالها 600 مليون دولار سنوياً، وهي تشكل مهم وتتكامل مع تلك من مجموعة ستروكتون الهولندية التي توفر خدمات متكاملة من خلال العديد من الشركات العاملة، تطوير وتصميم وبناء وصيانة والمساعدة التقنية في مجال أعمال السكك الحديدية وأعمال المدنية والبنية التحتية. تلعب مجموعة ستروكتون دورا هاما في مستوى أوروبي وعالمي، وتبلغ مبيعاتها السنوية حوالي 1.4 مليار دولار. منذ 1999 أصبحت CLF تريخ قسم السكك الحديدية لدى أونيوك. تاريخ الشركة CLF الطويل وخبرتها الطويلة، القوة المالية والمستوى العالي من المعرفة، دمجه في المهارات والتخصصات أونيوك ومجموعة ستروكتون عن طريق اتباع رؤية الخدمة العالمية، سواء في المشاريع الجديدة أو في إعادة هيكلة السكك الحديدية والترام والمترو. آرثر. تعمل آرثر التي تأسست عام 1988 بأليساندريا في قطاع التجهيز السككي، وقوة عاملة تفوق 130 فردا، وحجم أعمال يتجاوز 35 مليون يورو. التخصص اللازم يضمنه استخدام وسائل ومعدات السكك الحديدية التي يتم تعديلها باستمرار حسب المطالب المتزايدة لقدرة الإنتاج ولسلامة العمل ولاحترافية العمل. سيفيل التي تأسست عام 1996 بسبينيو مونفيراتو في إقليم أليساندريا، هي كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة في تصميم وتركيب وصيانة أجهزة الجر الكهربائية وأجهزة الإشارات المضيئة وسلامة حركة القطارات وأجهزة الاتصالات ومعالجة البيانات والإضاءة الكهربائية وتوزيعها. ويعمل لديها حوالي 150 فردا، وحققت رقم أعمال 30 مليون يورو تقريبا. سيفيل لديها مقرات في سبينيو مونفيراتو وتورينو والمغرب، حيث تعمل مع شركة ماسيفيل. تسا. نشأت تسا نظام الهندسة التقنية نظم وتكنولوجية النقل ببولونيا عام 1994، وهي متخصصة في دراسة وبحث وتطوير الحلول التقنية والتكنولوجية في مجال أنظمة النقل والبنية التحتية للسكك الحديدية وفي تصميم المحطات وخطوط السكك الحديدية. يعمل لديها فريق من المهندسين ويصل رقم أعمالها إلى حوالي 1 مليون يورو. تعتمد خطة الإنماء لدى CLF على تضافر الجهود. إن روح العمل الجماعي، وهو توحيد المهارات المختلفة، يضمن اعتماد مقاربة التجديد في الأسواق. تعمل CLF مع الشركات الإيطالية والأجنبية للإنجاز المشترك لمشاريع معقدة. مقر اتحاد الهندسة سيتك للبنى التحتية في بولونيا يجمع بين مهارات تسة وتكنيك والدي سي، وهو اتحاد مستقر للهندسة أنشئ كإجابة متكاملة للأعمال المدنية والمعدات التكنولوجية والبنية الفوقية للسكك الحديدية. CMB بكاربي وأونيوك بريجيو إيميليا وCLF ببولونيا
هي ثلاث شركات إيطالية يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 1 مليار يورو، وهي تحتل بثبات مكانة عالية بين المقاولين العامين في إيطاليا، وتعمل معا في مشاريع كبيرة في إيطاليا والخارج. ويعتمد الاتحاد المستقر أيركا ومقره في ميلانو على تقييم المهارات المختلفة التي بتوحيدها تفتح فرص جديدة وحقيقية للتطور على المستوى الدولي. أيوريكا هي الفاعل الثالث في إيطاليا في قطاع البناء بفضل المؤهلات التي تعرضها، مقاول عام للمستوى الثالث وشهادة سوى للخدمية مع 13 فئة غير محدودة بما في ذلك 7 عامة و6 متخصصة. تستثمر CLF موارد كبيرة في مجال التكوين وتنمية الموارد البشرية. يضمن التحديث المستمر للتقنيين الذين يعملون على الخطوط والمصممين أعلى مستويات الجودة، وتعطي مجموعة CLF للسلامة في العمل اهتماما مركزيا. والمرتبط دائما بالاستدامة البيئية في الورشات حيث تعمل. يضع الإدخال التدريجي لمديري متخصصين وتقنيين مؤهلين تأهيلا عاليا مجموعة CLF في أعلى المستويات في القطاعات التي تعمل فيها. منذ سنوات عديدة يستثمر CLF وآرثر وسيفل وتسة باستمرار موارد كبيرة لتجديد آلاتها وتكنولوجياتها كي تلائم طلبات العملاء المتزايدة. في ظروف 5 سنوات بين 2005 و2010 استثمرت مجموعة CLF أكثر من 48 مليون يورو في شراء الآلات والمعدات التكنولوجية. حققت CLF والشركات المتصلة بها في ظرف سنوات قليلة أعلى مستويات التأهيل في قطاع السكك الحديدية، وحصلت على الشهادات الأكثر أهمية على الصعيد الدولي. عرفت تجارب مجموعة CLF في مجال السكك الحديدية والترام والمترو تنوعاً
ونضجت في الظروف الأكثر تبايناً. أنجزت CLF حوالي 80% من البناءات الجديدة للسكك الحديدية وحوالي 530 كيلومتر الخطوط الجديدة العالية السرعة التي تم تفعيلها في إيطاليا، أي حوالي 60% من الخطوط الجديدة العالية السرعة.